الحنان، التضحية، المثابرة والعطاء، والحب والعطف والمساندة تحت قدميها الجنة. هذه كلها صفات جميلة لا توجد إلا في الأم، والأم هي التي خلقت مرة ولن تعاد. الأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ المقابل، وهي أنهار لا تنضب ولا تجف ولا تتعب، متدفقة دائما بالكثير من العطف والحنان. وهي الصدر الحنون الذي تلقي عليه رأسك وتشكو إليه همومك ومتاعبك، ولا يتعب من الاستماع إليه، وهي سبب وجودك على هذه الحياة وسبب نجاحك. تعطيك كل ما تملك من أجل أن تكون صحيحا وسليما، وهي التي تهمل فوق ظهرها التعب عندما تكون مريضا، ولكن لا تريد أن تظهر لك أي شيء من هذا. ليس في الدنيا فرح يعادل فرح الأم عندما يحالف ابنها التوفيق، وهي التي أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقين على أن نعتني بها قائلا: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. الأم هي الشمعة التي تضيء هذه الدنيا، فاسألوا من فقد أمه أو أباه، والله لو كانت ثانية واحدة مع أمه تباع بالمال لاشتراها بدون تردد. وفي هذا الصدد سوف أروي لكم قصة امرأة دائما تضرب ابنها أمام الناس، وكان الابن لا يبكي ولا يشتكي من ضربها له، ولا يشتمها ولا يعترض أو يهرب منها. مرت السنين وأصبح الابن شابا، وما زالت تضربه كل يوم أمام الناس. وفي أحد الأيام ضربته أمه كعادتها، فبكى الشاب بكاء شديدا حتى ابتلت لحيته. وحينما ابتعدت أمه عنه أسرع الناس إليه وقالوا له: ما السبب الذي جعلك تبكي هذه المرة؟ فقال الرجل: اسمعوا جيدا ماذا قال هذا الشاب. قال: كيف لا أبكي وأنا أشعر بأن قوة أمي قد ضعفت؟ كيف لا أبكي وباب من أبواب الجنة قد اقترب أن يقفل؟ أظن أن الرسالة وصلت. اللهم اجعل رضا أمي هو أول غاية تهبني إياها في هذه الدنيا. اللهم اجعل أمي وجميع أمهات المسلمين في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم من كانت أمه على قيد الحياة بارك لها في عمرها وعافيها وارزقها سعادة الدارين. اللهم من كانت أمه مريضة فاشفها يا ربي شفاء لا يغادر سقما، ومن كانت أمه متوفية اكرم نزلها ووسع مدخلها، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. خلاصة القول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.